استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة الزهراء قبل قليل وسط القطاع، وصل عدد من الإصابات. استهداف مجموعة من المواطنين عند امتداد شارع الرشيد ممن ينتظرون المساعدات، شهيد وعشرات الإصابات. وأيضا هناك استهداف كان في منطقة قرارة أوقع 4 من الشهداء، وقد سبق ذلك قبل ساعتين أو أقل بقليل غارات إسرائيلية عند المنطقة الحدودية بين مدينة رفح الفلسطينية مع الجانب المصري، وهناك أضرار كبيرة. وأيضا في الساعة الأخيرة جرت عملية إنزال جوي مكثفة للمساعدات عند ساحل البحر في منطقة المواصي، وتلك المنطقة الممتدة من خان يونس غربا إلى رفح غربا. على أي حال يمكن القول استنادا إلى البلاغ العسكري الذي جاء من قبل كتاب القسام قبل قليل، أكدت بأن مقاتليها قاموا بعملية تدمير لدبابة إسرائيلية في منطقة جنوب شرق مدينة غزة وهي منطقة حي الزيتون. وقالوا أيضا بأنهم هناك أسقطوا طائرة استخبارية إسرائيلية. كذلك يمكن القول بأن القوات الإسرائيلية التي تتمركز عند المنطقة الشمالية الغربية من مدينة خان يونس أيضا تتواجد هناك، وهناك اشتباكات مع المقاومة، وتعتبر تلك المنطقة مسرح للعمليات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. الوضع الإنساني ما زال كارثي إما في الشمال أو في الجنوب، خاصة فيما يتعلق بشح المساعدات واستخدام إسرائيل سلاح التجويع في وجه قرابة 700,000 في المحافظات الشمالية وكذلك في مدينة غزة المركزية. وأيضا يمكن القول بأن المساعدات التي تدخل عبر بوابة معبر رفح وكرم أبو سالم التجاري مع الجانب الإسرائيلي لا تزيد على 10% من احتياجات النازحين تحديدا. على أي حال الغارات متواصلة، الوضع الإنساني كارثي، والمشهد السياسي التفاوضي باتجاه الهدنة ما زال ضبابيا حتى الآن رأيت.